تخيلوا بعد 50 سنة يجي مؤرخ ويألف كتاب عن الطبقة السياسية اللي نشطت بعد عام 2003. هيج كتاب، هل من الممكن أن يخلو من فصل بعنوان فائق الشيخ علي؟ أكيد لا، لأنه الرجل ظاهرة سواء اتفقنا وياه أو اختلفنا. فائق الشيخ علي نجا في قح بلهجته وروحيته وبشغفه بالبلاغة. إجا للدنيا سنة 1963 من عائلة دينية، بس صاحبنا استقتل على الدولة المدنية ودخل بمعارك صار الضرب بيها تحت الحزام، وكانوا خصومه الملالي والمقدسين وأولياء النظام السياسي غير الصالحين. فائق له ما له وعليه ما عليه، من اللي إلى مثلاً معارضة الشرسة لصدام بحيث عائلته تأثرت ولاح الضيم من وراء لسانه. إي نعم، لسانه، لسان محامي، مو لأن هو محامي بالفعل، بل لأنه ورث حسجة النجف وصوتها المنبري. خصومة يقولون عنه شعبوي، ومحبيه يقولون عنه بل شعبي وقريب من مزاج الناس. والفرق بين هاي وهاي معروف، الشعبوي هدام وعدمي، بينما الشعبي ابن التاريخ ومعبر عن الشارع. بالمقابل خصوم فايق ياخذون عليه الإغال بالخصومة وإظهار المساوئ بطريقة موجعة، وجواب فايق هو أنه هذا الإغال من موروثات بلاغة العرب، ولما ينسأل عن هالشي يستشهد بخطب الإمام علي اللي ياما رز الخصومة بنفس اللغة. هناك أيضا من يقول أنه فايق ظاهرة صوتية واستعراضي ويتبع قاعدة خالف تعرف، وكل شيء بحركاته محسوب لإثارة انتباه الناس لخطابه، لكن هذا المأخذ قد يتحول إلى مزية بنظر محبيه، لأن نية فايق حسب رأيهم خدمة جمهوره وبلده، وبالتالي الناس يتريد من السياسي غير هاي فضح الفاسدين حتى لو بالاستعراض والصوت العالي، شي سقطهم بنظر الناس غير هاي الطريقة. فايق الشيخ بشهر أيلول بالعام الماضي رفعت عنا الحصانة أو جمدت للنظر بالدعوة المقامة ضده بتهمة تمجيد النظام السابق. اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد، طلعوا القضاء والمضى. لكن سبحان الله ورا شهر تقريبا علقت انتفاضة تشرين والتهوا عنا بيها، عكسه اللي التهى بيهم وبيها. رجع صاحبنا لمزاج الثوري واعتبر تشرين تشرينه، لدرجة رشح نفسه لرئاسة الوزراء بكتاب رسمي بسابقة تصير لأول مرة. الخلاصة شنو فايق الشيخ علي؟ حالم، مجنون، باحث عن الشهرة، شعبوي، شعبي، شنو فايق؟ لا جواب، لأن كل من يشوفه من منظار. وبالنتيجة بغض النظر عن الناظر والنظارة، فايق الشيخ علي هو فايق الشيخ علي، والتاريخ يحكم إليه أو عليه. أهلاً بكم. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، ضيف حلقة اليوم من بورتري سياسي كل خميس الأستاذ فائق الشيخ علي، أمين عام حزب الشعب للإصلاح. مرحبا بك أستاذ فائق. سؤالي إلى حضرتك في البداية، خلي ناخذ تشرين وتظاهرات تشرين وشباب تشرين، أنت ليش عولت عليهم كثيرا أستاذ فائق؟ لماذا تعول على تظاهرات وشباب تشرين في حين أنت كنت في السلطة وتعرف هاي أحزاب ومتمسكين بالسلطة وعندهم إمكانية هائلة؟ تفضل.
اهلا استاذ عدنان، بك وباليو تي في وبالمشاهدين الكرام وبالشعب العراقي في ايام شهر محرم الحرام هذا. التعويل على ثوار تشرين، اولا لانهم ابطال شباب ثاروا ضد الظلم والطغيان ومن أجل الكرامة طبعا والبحث عن لقمة عيش للجميع، وهي ليس عيبا لأنه 6 ملايين عاطل عن العراق عن العمل، آسف العراق دائما وياي في كل كبيرة وصغيرة لكي. بالعراق 6 ملايين عاطل عن العمل. نعم. بالعراق 80% من الشعب العراقي أما فقير أو دون مستوى الفقر، هاي الإحصاءات دولية ووزارة التخطيط العراقية. فئة شراذم خلال هاي الفترة من 2003 لحد الآن صاروا تجار ومليونيرية وشبعوا، اللي هم طبعا بوجود الميليشيات والقوى. أما الشعب العراقي كله محطم مدمر انتهى للأبد. العراق انسرق انباق، شلون ما عول على ثوار تشرين؟ بعدين ذولا أكبر واحد بيهم أصغر من ابني لو من بيتي، كلهم شباب صغار يعني مو كبار وكذا. دول هم الجيل اللي اجى سواء من بعد 2003 او حتى قبلها بوقت قريب بدايه من التسعينات او شيء، هذول ما لهم لا مستقبل ولا ضمان بالدوله العراقيه ولا احد يرعاهم. او اللي يريد يشتغل او يريد يبحث عن لقمه يقولوا له تعال صير ميليشياوي، يحمل سلاح وقاتل وقاوم وحالك من حالنا حتى نوفر لك بالشهر فد 3 اوراق ولا 500,000 ولا كذا. هاي شلون ما عول بس عليهم ذول؟ تم استيعابهم أبو فائق، تم استيعابهم خلاص. لا الاستيعاب اللي يتم من قبل الميليشيات والأحزاب الموجودة لبعضهم وليس للثوار الحقيقيين. لا يمكن أن يتم استيعاب الثوار الحقيقيين. ليش؟ لأنهم مو بالمئات سقط من عندنا 700 شهيد و 25,000 جريح، لا مو بالآلاف سقط من عندنا 25,000 جريح و 700 شهيد، ولا بمئات الألوف، ذولا بالملايين. ايش تستوعب شلون؟ يعني دقيقة ايش قد يعني هسه مثلا الأحزاب الحاكمة أو رئيس الوزراء إيش قد يستوعب من عندهم؟ إيش قد؟ 1,000، 2,000، 5,000، 10,000، 100,000، إيش قد؟ زين وماذا عن 6 ملايين العاطل عن العمل والشباب تحديداً؟ شلون تستوعبهم؟ آسف قصدي تم استيعابهم بالعنف المقابل. أكو سلطة، أكو ناس تمتلك سلطة. لا خلاص لعد. لا أستاذ عدنان ما تم استيعابهم. السؤال ينطرح بهالصيغة، تم قتلهم وجرحهم وتعويقهم، لكن كورونا الآن كوفيد 19 هو اللي معطلهم ما مخليهم يواصلون الثورة. ولا أني ولا أنت ولا أحد الآن من حقه يدعو الثوار والشباب يقول لهم يلا نزلوا للشوارع، لأنه راح يتسبب بموت جماعي من وراء هذا المرض. فهم الآن في يعني مرحلة بس هذا في مرحلة جميل. خلينا هذا ما كنا نتعرض له، ما كان يتعرض له أغلب الداعمين إلى شباب تشرين. لا تزجون بالشباب، لا تدفعوهم للموت. كل واحد يدعم شباب تشرين وتظاهرات تشرين، خاصة اللي قاعدين خارج العراق، أنتم جاي تدفعوهم للموت يا جماعة. كفوا عن التحريض. زين هذا السؤال؟ نعم. منو قبل 1 تشرين دفع الشباب قال لهم طلعوا للموت لو واجهوا الدولة؟ ما عاد دفعهم، هم وحدهم، هم بيناتهم بالعراق تراسلوا وتكاتبوا واتصلوا وتفاهموا وثاروا، كانت طاقة رواعهم. لأنه أشهر الحر تموز وأبو أيلول اللي معانين من عدها في العام الماضي وهبوا في 1 تشرين، لم يدفعهم أحد. والآن في هاي اللحظة اللي أنا أكلمك بها لا أدفعهم، لا أنا ولا أنت ولا أي واحد، هم وحدهم. هذول قنبلة موقوتة أو مجموعة قنابل بدأت تتفجر. أنت إيش قد تقضي؟ تقضي على 700؟ أكو بعد 700 في 700، يعني كل وجبة يطلعون 700 شهيد، أكو وراء 700 يعني مجموعة على 700.
ما الا تحل القضيه للعراق، ما عندك كل خيار، لا تتعب نفسك، مو انه احد يدفعهم، احد يمولهم، لا استاذ عدنان خل اوصل هاي الصوره للشعب العراقي، لانه كارثه الان بعض السياسيين، اي سياسيين والله عيب سانه ما تستخدم مصطلح بعض السياسيين، ومن احنا بالعراق سياسيين؟ مجاميع من القشامر والقتلة والمجرمين، سياسي شلون هو؟ سياسي إلى وصف وإلى احترامه وإلى مكانته، المهم ذول المجاميع من الشراذم من القتلة والمجرمين الآن جاي يطلعون بالتلفزيون، شي يوصفون؟ يوصفون بأنه الشباب جاي يغرر بهم، الشباب أنه السفارات لك، يا سفارة هو أكو سفارة تشتري العراق بدرهم يعني أو الشعب العراقي مو العراق، العراق لا به هواية أشياء يشتروا بدرهم، بس أقصد يشترون الشعب العراقي، أي سفارة؟ دول الشباب ليش ما تحكي أنت الحقيقة، تقول قتلهم الجوع، تقول ما لهم مستقبل، تقول حتى لو يدرس ويتخرج ما عنده لا تعيين لا وظيفة لا عمل لا قطاع خاص لا استثمار لا أموال لا بناء لا كذا إلى آخره، ليش ما تحكي هاي الحقيقة؟ من يدفعهم؟ هو اليوم أني هسه الآن عمري 58 سنة وأنت أبو عمار نقدر ندفع لنا واحد عمره 14 سنة يضحك علينا ويسخر من عندنا؟ شنو انتوا اصلا ينظر لنا احنا هاي اللي اكبر من عند نظرة بس نظرة عدم اكتراث السمار تقول السياسيين القشامر البارحة استقبلوا الرئيس الفرنسي، خلاص هذا حكم الدولة يا سيدي. الرئيس الفرنسي شنو ايش راح يسوي لهم؟ لا خلاص هي هاي النخبة الحاكمة، هي هاي النخبة الحاكمة هاي طلعتها. لا 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 اي رئيس فرنسي، بريطانيا العظمى اللي هي العالم كله كانت محتلته وتتحكم بالعراق واكثر من 100 دوله من دول العالم ما قادره تسوي شيء وطلعت ايدها من العراق، دور الرئيس الفرنسي يعني ولا شابه جاي عاد يبحث عن فد انجاز، وعندهم هم مشاكل بداخل فرنسا اكو فد نقطه ما يركزون عليها لا المحللين السياسيين ولا ذول القشامر السياسيين، اللي انه اكو مشاكل في داخل فرنسا، لان تدري هو حزبه شلون فاز وانضربت الاحزاب القديمه من قديم الزمان وكانت تحكم فرنسا وكذا، فعنده مشاكل داخليه يريد يحقق انجاز خارجي، ساي ما عندنا احنا اعتراض عليه، انت تروح تستقبله وتقعد وياه وتسولف وياه تظل سولف للصبح، بس احنا نتحدث عن بلد ما راح لا ماكرون ولا الحكومه الحاليه ولا الاحزاب الحاكمه ولا ايران ولا ان توجد حل لهذا البلد. طيب. هذا البلد مستمر في التحطيم والدمار. طيب نعم. اكو تغريده لحضرتك وضح ليها استاذ فائق، انتقدت مرجعيه النجف واتهمتها بانها مسروره ومرتاحه لاغتيال الهاشمي وانها لن تفرط بحكم القتله والمجرمين والميليشياوين. يعني بس وضح لي اياها، يعني شلون مرجعيه النجف اللي توصف بالاعتدال والتسامح مسروره باغتيال الهاشمي؟ مو بس هاي، اي مرجعية، حتى مرجعية السيد علي خامنئي اعطيني دليل بانه احد المراجع طلع وشجب عمليات الاغتيال والتصفيات اللي جاي تقوم بها الميليشيات بالعراق، خلي يقول احنا نجب هذا التصرف ويجب انه على الميليشيات وحملة السلاح خارج نطاق الدولة تسليم سلاحهم والكف عن ارتكاب الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي، والشعب هذا يطالب بحقوقه المسلوبة وباستعادة كرامته. وطيني وين اكو شي بيان لمرجع كبير مثلا او هذا حتى يعني مو من واجب المراجع يروحون يسوون بيانات بعد كل عملية اغتيال استاذ فائق؟ شنو هم شنو شغلهم بس يلا يوم الجمعه يوقف يخطب حول ايش يحكي لي؟ مو حكوا بكل كبيره وصغيره كل شيء، وبعدين هو انت تستكثر على المرجع ما يتحدث بالاغتيال ويتحدث عن الاستجمار وال شنو لا تخلينا نحكي عن عده الحائض وعده شلون ذني كلين يحكي بين بالقتل والاغتيال والموت والذبح والاباده ما يتحدث بهم؟ 700 شهيد يسقط من عندنا و25 الف جريح، مرجع لازم ما يتحدث، بس الحيض والاستحاضه واحكامهم يتحدث بها، وطفار البول طفار البول ياخذ عليه حقوق شرعيه خاصه من يموت الانسان يدفع طفار بول، تخيل طفار بول يعني تبعد على وعلى هاي وقيس ذني كل يحكي به
وكلهن يكتبهن بالرساله العمليه، وكلهن يخطب بيهن، وكلهن يلقي بحث خارج، بحث خارج في طفار البول، بحث خارج في الحيض للمرأة، تخيل، بحث خارج في الاستحاضة، مو الحيض، الاستحاضة، هذا بحث خارج، يعني شهادة دكتوراه، يعني بحث عميق، ها هذا اللي كلهم يحكي به، ينكتل عراقي و700 عراقي ويسقطون جرحى ومعوقين 25,000، هذا اللي لازم ما يحكي به، ما يقول، هو مو الدم، قطرة دم الإنسان أشرف من كل هذا اللي أنا حكيته، مو الإنسان عند الله سبحانه وتعالى مقامه هو خليفته في الأرض وهو أعظم ما خلق الله في هذا الكون، مو الأنبياء كلهم والأوصياء طيب والأئمة والعلماء، مو كلهم بشر، جميل، بس أستاذ فائق كنا نتابع يعني أغلب الخطب الجمعة، أصلاً خطب الجمعة كانت لصالح التظاهرات، كل ما تنزل جذوة التظاهرات كان تجي خطبة الجمعة تصعدها يا أخي، هاي الحقيقة. إيه أدري، لو الآن يصدر بيان، لو بيان يصدر من المرجعية حول موضوعة الاغتيالات ويوقف بوجه الميليشيات، حال الخطب الماضية، سأنا أرد أيدك، ما أريد أنفي، أقول نعم أنه صدرت خطب ومواقف للمرجعية العليا في النجف، وأنا ما جاي أقلل من شأن المرجعية لو أنقص من عدها، لا، أقول لازم هذا الموضوع تطرق إليه، لو متطرق إليه كان ما استهتروا ذولا واستمروا يقتلون بالبنات والولد، ليش؟ طيب بس ليش؟ المتهمة ريهام يعقوب، تدرون أهلها إيش قد تعبوا عليها، يلا سووها أنا ريهام أجيبها مثل لأن آخر واحدة، تدرون هشام الهاشم إيش قد درس وتعب يلا وصل هاي المرحلة، تدرون مهند القيسي شلون ملوع أمه وتبكي وما تسكت ولا ليل ولا نهار، تدرون عمر سعدون إيش قد، هذول أهلهم تعبانين عليهم، ذولا أهلهم وصلوهم سووهم فتشة عيونهم، أنت تيجي أنت 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 القذر النجس اللي ولائك إلى إيران إلى الخارج، تشتغل للخارج، ما عندك ولاء للعراق، لا تعرف العراق ولا تعرف أهل العراق ولا تعرف شبيه العراق ولا تحب العراق، لأن أنت ربوك عدو للعراق، قالوا لك هذا العراق لازم تتحول إلى عدو لشعبه تقتله وتبيده عن بكرة أبيه، ليش؟ لأنه حتى ننشر التشيع، أما الدول العربية إذا دخلت، لأن دول سنية تريد كتلك، تريد تحكمك، تريد ما قشمريك، والتاريخ العراقي ما يقول هيتشي، يقول بالعكس أنت مضلل، أنت ماشي بطريق خاطئ، أنت جاي تخدم واحد وراء الحدود، جاي تخدمه، جاي تقدم له خدمة مجانية، هو وراء الحدود يتحكم بيك، مستغلك، يتعامل وياك مثل حجر طيب الشطرنج ويدفرك، ما يعترف بيك. أستاذ فائق، كل الاتهامات اللي توجهت بهذه الاغتيالات إلى الميليشيات والفصائل وهم يتبرؤون من عدها، يحلفون يقولون مو احنا يا جماعة، ليش ما تصدقوننا، مو احنا اللي ارتكبنا هذه الاغتيالات وهذه الجرائم، منو يعني هسه دقيقة، همزيان الحمد لله ما جاي تحكي ويا رجل سياسة فقط، وإنما ويا رجل قانون، لما تحدث جريمة قتل عادية، ما نقول جريمة قتل سياسية، والمحقق أول ما ينظر لمن ينظر، خلي يعني نعطي درس قانوني للعالم بالتحقيق القضائي والتحقيق القانوني، خلي الناس تعرف أول ما ينظر للجريمة منو صاحب المصلحة بهاي الجريمة، منو، ما عدا غير هذا المعيار، ينظر يخلي الكل، يخلي الأهل الأقارب المعرف شنو، ويبحث منو عنده عداوة، شوف خلطيك النقاط حتى احنا نحكي قانون مو سياسة، منو صاحب المصلحة هاي أولا، ثانيا منو عنده عداوة ويا هذا الشخص اللي انقتل، حتى لو عداوة قديمة قبل سنة قبل 10 سنين قبل 30 سنة، يبحث عنها، ثالثا يبقى هنا يشتغل بالتحقيق ويحوم ويسأل ويجاوب وكذا، وأغلب الجرائم اكتشفت بأنه أقرب الناس إلي قتله أو صاحب المصلحة أو اللي عنده عداوة، هاي هي الحقائق التاريخية بالقانون، بالسياسة شلون يعني واحد يموت من يقتله ومن صاحب المصلحة بالموضوع، هو هذا الشهيد المقتول خصم المن، خصم الياجهة، يا جماعة شنو دوره، هو هذا المقتول اللي قدمناه شنو يعني، هسه أنت من تريد تقول لي دقيقة، خلي هذا كلش خوش مثل وهواية لطيف، ريهام إيش قالت أنت منو، ولك أنا العراق، أنا بنت البصرة، أنا أنت منو، أنت واضح
الخطاب موجه للآخر اللي عنده ولاء للأجنبي. هشام الهاشمي من يكتب بحوثه ويتحدث ويكتبها ضد من؟ منو اللي يتضرر من بحوثه ومن مقابلاته التلفزيونية ومن تحليلاته العلمية والأمنية؟ منو المتضرر من عنده؟ هم ذول اللي يقتلون. ولا طبعا والله هواي لطيفة، بعدني رجل قانون، هواي لطيفة تيجي الحرامي تقول له انت بايق، يقول لك اي انا بقت صحيح من اول لقاء، او تقول له انت قاتل للقاتل يقول لك اي نعم انا قتلت وهاك هذا المسدس وهيك سويت. كلش حلوة هاي هواية، يعني وين تصير؟ طبعا يظلون يحلفون ويأكدون ويبررون وبالتلفزيون، وهم تحت ايدهم ميليشيات وعصابات وناس مستأجرين يعطون 100 دولار على هاي الطلقة، ترى على هاي الطلقة الصغيرة اللي تكلف ربع دينار يعطون 100 دولار تروح تكتله وخلاص. زين سؤال آخر أستاذ فارس، سؤال آخر ذكرت في تغريدة لك أيضا كل الذين رفعوا لواء أبي الشهداء الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام رفعوا لغايات سياسية كلهم كذبة قتلة وسفلة، يعني أرجوك تقبل هذا التعميم، تقبله تقبل هذا التعميم، تقبل أنه واحد يقول كل العلمانيين والليبراليين والمدنيين قتلة وسفلة لغة التعميم كلهم منحلين وفسقة وملحدين؟ شنو تقبل ما تقبل؟ العلماني ما جايك باسم الله، ولا جاي يذبحك باسم الله الرحمن الرحيم، ولا قال لك الله قال بالقرآن خلي أذبح عدنان الطائي، من ولا قال لك أنه الحديث النبوي الشريف أوصاني بقتل عائلة عدنان الطائي، ما كوتش شيء. هالعلماني ما يسوي ذني القضايا، وإذا يسويهن تحت غير شعار، مو تحت شعار أنه الله قال والنبي أوصى بهذا الشيء. هذول يجوك لدواعي سياسية واضحة وفاضحة، يستغل ثورة أبي الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ويسخرها في خدمته وخدمة غاياته السياسية. راح أذكرك بفد مشهد، الحمد لله هذا المشهد هالسنة بعزة طويريج وهالسنوات الماضية ما طلع هواية. تذكر أبو عمار قبل 15 سنة و16 سنة و17 سنة بركضة طويريج بعض السياسيين، وأكو صور بهالجانب هذا، يوقف بالحضرة يخطب على مود يوصل رسالة للعالم للعرب وللعالم بأنه ذول اللي طالعين كلهم أنا أصدر لهم الأوامر وأنا القائد والزعيم للعراق. تتذكر ذني كان اللقطات هسه ماكو صار كم سنة ولله الحمد. استغلال تجارة سياسية واضحة فاضحة باسم الدين حتى يذبحك باسم الدين، مو حتى أنه هو فعلا يقتدي بالإمام الحسين وينورك ويبني البلد لا لا لا، حتى يقتلك حتى يبقى هو مسيطر عليه. بمجرد أن تنتقده، بمجرد أن تحكي حكاية وياه يقول لك أنا جايك بمبادئ الإمام الحسين عليه السلام، في حين هو للواقع هو ما جايني بمبادئ الإمام الحسين. الإمام أبي عبد الله الحسين ثورة على الظلم وعلى الطغيان وعلى عدم شرعية الحكم، إنه حاكم يحكم بالظلم وباللا عدالة، وطبعا ثار على هذا. أنت الآن شنو من صفات ومميزات ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام جاي يسويها بالعراق؟ بس اعطيني فصفة، قل لي مثلا قل لي الحسين ما عنده فرق بين شيعي وسني وعربي وكردي، من هذا ابن علي بن أبي طالب ابن رسول الله، من له هذا الفرق؟ من جاي بأت ليش أنت تفرق وتحكي بالطائفيات؟ هاي أولا طائفية، ثانيا الحسين ما عنده استيلاء على السلطة واحتكار للسلطة، أنت الآن مستولي على، ثالثا الحسين مو حرامي مو نشال مو يبوق من الوزارات، لو والحرامي كان باستطاعة الإمام الحسين إذا مسألة فلوس ويا يزيد هي بيع كلمة ما هي إلا كلمة، قال لي ليش هي الدنيا والله والتاريخ والقرآن هو كلمة، تريدني أعطي هاي الكلمة ليزي بس كلمة يطيها تجي المليارات بذاك الوقت والذهب وغير. لا أنت إيش سويت أنت الآن من يوم اللي حكمت العراق لحد الآن إيش سويت بهذا البلد؟ قدرت تنجز لي إنجاز واحد؟ بس واحد اعطيني بس إنجاز حتى أني أخرس وغيري هم يخرس وما نتنفس، ولك مستشفى ما بنيت، ولك مدرسة ما بس انت بغير بلدان بنيت مدارس واخذت تخصيصات المدارس اللي عندنا بوزارة التربية بالعراق،
ورحت وديتها للخارج وخليت ولدنا أميين ما يقرون وما يكتبون. أنت مدرسة ما بنيت، مستشفى الآن إحنا بأزمة ووباء عالمي وكذا، مستشفى ما بنيت، شارع ما سويت، هذا الطريق السريع لحد الآن بعد مكسر ما بين البصرة وبغداد. ذني الطسات والما أدري شنو، ذني ما صلحتهن. أنت جاي تريد تبني بلد، يا ثورة الحسين هاي اللي أنت تحملها، يا حسين هذا اللي أنت تحترمه وتقدسه وتروح تزوره. طبعا جاي أحكي عن السياسيين وليس عن الشعب العراقي ولا عن شيعة العراق، مو هم يزيف كلامي بأن الشيعة راحوا قاعدين ركبوا ونص دول الميليشيات، وهي ما تحكي حكاية قال لك تفضل هاجم على طائفتي وعلى أهلي وعلى شعبي، لا جاي أحكي عن السياسيين القذرة السفلة القتلة. دعوت إلى حماية إلى متظاهري تشرين، إلى حماية أنفسهم من ميليشيات بني سعد. هاي الدعوة واضحة للتسلح، أنت جاي تدعو شباب أنه تسلحوا. طيب هذا هاي تعرف عواقبها أستاذ فائق؟ شو إذا أنا ما أعرف عواقبها أنت تعرف عواقبها؟ بعدين تعال اقول لك شو اقول لك ابو عمار شو قضيت لي اياها، صار نص ساعه قالت فلان تغريده، شنو متحمل لي صار لك كم يوم انت جامع التغريدات وجاي اليوم تحاكمني عليه؟ بس تحكي لي في شيء اليوم في شيء هيك خلينا نطلع لنا سالفه اليوم. استاذ فائق هاي دعوه مهمه، ارجوك هاي دعوه مهمه، انت تريد الشباب يتسلحون؟ تريدهم يتسلحون؟ وين دقيقه لا راح اجاوبك، لا تستعجل على كيفك، انا مو معناها من اقول لك محضر لي التغريدات اريد ما اجاوبك، اريد اجاوبك. فضل. وين اعطيني كلمه وردت كلمه سلاح تسلحوا او اقتلوا وين؟ لا لا شلون هاي شلون؟ ما يصير رجل قانون ومشرع ورئيس سلطه تشريعيه ويصير غبي يقول لهم حملوا سلاح قتلوا الناس، ما ممكن. الدعوه دافع عن نفسك، يسموه بالقانون الدفاع المشروع، لما يجي يريد يقتلني تيجي انت تريد تقتلني بيدك مسدس وتطلق علي نار وانا ارد عليك واقتلك، هذا دفاع عن النفس. دفاع مشروع أجاز الإسلام وسائر الديانات، أجازت القوانين كل القوانين الوضعية بدون استثناء، أجاز العرف وأي عرف بالعالم مو بس بالعراق، وأجازت الأخلاق وأجاز طبعا. والآن هاي فرصة، خلي أأكد أنا إيش قلت؟ قلت احموا أنفسكم ودافعوا عنها، والآن أكرر الدعوة يا ولد يا شباب، أنتوا بعدكم شباب احموا أنفسكم، مو تمشي هيك مخنطل ما تدري ما تعاين يمنى يسرى ما تنتبه على سيارة على ماطور على أبو محل منو يتابعك منو هذا، لا صير ذكي انتبه منو يعينك منو متابعك منو كذا، لازم تأخذ هاي الرقابة تحمي نفسك بشتى الطرق، شو مدريني حتى لو تلبس درع حتى من يطلق عليك الطلقة والكذا ما تموت، تحمي نفسك تدافع عن نفسك، إذا هو جاي قتال ويريد يقتلك تقتله، هذا القانون يقول، الله يقول مو القانون يقول إنه اللي كتلك تكتله، ما يصير تعيفة يتمشى على طوله، شنو هالجرابيع ذولا الخياس الحقراء أولاد السعيب هم مهم، يلا هاي فد مشكلة أنا أعاني من عدة، يقول لك بالتلفزيون أنت نائب ما يصير تغلط، لك شلون ما أغلط يجي يقتل هشام الهاشمي، بس فهمني شلون ما أغلط ويجي يقتل ريهام يعقوب، طيب شلون ما أغلط استاذ فائق ويجي يقتل هالشباب الحلوة وهالأبطال، اكو مراجعة ما افتهم، حصلت مراجعة الآن، حصلت مراجعة الآن الطبقة السياسية اللي طلعت عليه، حصلت مراجعة واكو حكومة جديدة واكو صديقك مصطفى الكاظمي. تظاهرات تشرين جاءت بحكومة جديدة، هذا اصلا تجني على الحقيقة، مو تظاهرات تشرين التي جاءت بحكومة جديدة. استاذ عدنان اسمح لي خلي أقول فت كلمة خلي تطلع وخلي العالم هم يسمعها، شوف ذولا السياسيين ما يسمى بالسياسيين احتباطا، والله لو أكو عندهم فيلم أبو 10 ثواني، 10 ثواني مو أكثر، إنه ساحة من ساحات العراق منتخبتهم صار استفتاء وهو هذا السياسي فاز مثل فائق الشيخ علي بنسبة 85% 75% 98% حسب الساحات، 10 ساحات بالعراق ب10 محافظات ثارة، لو عده فيلم أبو 10 ثواني
كان صرفوا عليه الملايين ومو من جيبه طبعا من العراقي بوقهن وخاصة من وزارة النفط، ويحوله إلى فيلم عمر المختار أو فيلم الرسالة، واحد من اثنين. إنه شوفوا الشعب العراقي شلون صوت لي، أنا اللي جاي أحكي الآن أمامك، كل الشعب العراقي كل المحافظات الثائرة وبأفلام مبثوثة، وأستغرب من المحطات الفضائية تعبى بث هذه. ليش؟ لأن ينغزون ينمردون طبعا، يسوي دعاية مجانية الفائق الشيخ علي، كلهم تحت تهديد السلاح والمسدسات والسكاكين، سووا انتخابات والهراوات والضرب والإهانات، سووا انتخابات واستفتاءات في جميع الساحات، فاز فيها فائق الشيخ علي في 10 محافظات عراقية ثائرة. ويا ريت يخرج فت فيلم عظيم، لأنه ساعات مو دقائق ولا ثواني من هاي الأفلام. هذا هو الواقع وما يزال. ليش جبت هذا المثل؟ جبت هذا المثل لأن ما يزال يطلعون شراذم وأوباش يسمون بمحللين سياسيين وضيوف وما أدري منه، يطلعون بالتلفزيون يقولون مثلا السيد الكاظمي خيار ساحات التظاهر، أو فلان وفلان، يبدون يعددون اللي نزلوا وياي كلهم بالاستفتاء وبالانتخابات، يعني أقصد العام الماضي كلهم نزلوا وياي ها، وكلهم انهزموا ولا واحد قدر يجيب حتى 25%، وكلها هاي موجودة مدونة. يعني أنا الآن ما جاي أفتري، يعني مو من قلبي أو خيال أو حالم. طيب أستاذ فارس، يعني لا، وإنما خلينا نقول لم يكن خيار ساحات التظاهر، لكنه جاء بعد أحداث ساحات التظاهر. زين، أنت شلون فكرت بينك وبين نفسك وقلت خل أخذ قرار أرشح لرئاسة الوزراء؟ ليش؟ الجواب بسيط بسيط، خلي أيضا هم العالم يعرف الشعب العراقي، المرشح الوحيد الدستوري القانوني ضمن المدة القانونية فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء بالعراق الوحيد، وكل المرشحين سواء الذين كلفوا وفشلوا أو السيد الكاظمي اللي كلف ونجح بتشكيل قصة يعني حكومة أو آخر. شنت محتاج هيش قصة؟ لا دقيق، طبعا محتاج، أنت محتاجهم مواني، لأنه لازم تعرف بأن أكو مخالفة دستورية في كل التكاليف التي حصلت لأشخاص رئيس الوزراء، كلهم مخالفة دستورية واضحة. تاريخي أنا 18 كانون الأول 2019، يوم 19 كانون الأول ثاني يوم تنتهي الفترة الدستورية، وأنا دزيت الكتاب إلى رئيس الجمهورية حتى يذكر التاريخ بأنه المرشح الدستوري الوحيد لرئاسة الوزراء والحقيقي واللي يمثل الشعب العراقي اللي انتخبه، مو هالشكل، هو فائق الشيخ علي. أما الباقون لا، ليسوا لا خيار ساحات التظاهر وليسوا دستوريين، والتكليف ليس دستوريا، وكل اللي جرى بالعراق غير قانوني وغير دستوري، والحكومة والدولة أول من تنتهك الدستور والقانون والكذا. هاي أنا يكفيني الآن لما مؤرخ طالب دكتوراه بعد 10 سنين بعد 50 سنة من يكتب الدكتوراه يقول بس هذا ضمن الفترة القانونية وهذا الكتاب اللي دز رئيس الجمهورية، لكن رغم هاي رئيس الجمهورية ما كلفه، كلف شخص آخر. ليش؟ لأن الشخص الآخر راح يصوتوا له بالبرلمان كل القوى والأحزاب السياسية، لأنه جزء من المنظومة. طيب أستاذ فائق، ما أعرف أبو عمار مشكلتي محسوب على المنظومة. خلي أسألك شيء، ما أعرف إذا يعني تقول هذا السؤال يعني ما مستند على معلومة، بس هو سؤال استشرافي. فيما إذا كنت أنت رئيس وزراء مثلا، تقدر تشكل حكومة؟ أيوة. تقدر تتعامل مع هذه الفصائل؟ تقدر تجتمع ببيت هذا العامري مثل ما راح مصطفى الكاظمي يدخلوك ببيت هذا العامري؟ مضبوط كلامك، ما أقدر، مضبوط 100%، كلش صحيح، لا أقدر ولا أحد راح يصوت على الحكومة ولا أحد راح يوقف وياي وأدخل ببيت هادي العمري. أنا أدخل ببيت هادي العمري؟ مش عادي ببيت هادي العمري. أنت قل لي هو يجيك مثلا يدخل ببيتك لو يترجاك لو يبيه وجهة نظر، بس أنا أروح أدخل البيت؟ ما داخل أنا البيت واحد سياسي ولا رايح الواحد سياسي من أكبر واحد يسمى سياسي، يعني هذا زيفا وزورا وبهتانا وظلما للا أصغر واحد، ما رايح أنا الفد واحد. بس قصدي أنت كلامك صحيح، طبعا يفشلوها، وكان خلي يفشلوها مو مهم، حتى العالم يعرف بأنه أكو شخص
أكو رجل معين صوت عليه الشعب العراقي، انتخبت ساحات التظاهر، كان مرشح المتظاهرين وهو الوحيد. هذا كلفه رئيس الجمهورية، بس القوة السياسية أفشلته ما خلته يشكل الحكومة. هاي بعدين أكو فد نقطة اليوم جدا ضروري استاذ عدنان لازم أوضحها للشعب العراقي. البعض يتصور يقول لك مستقتل على رئاسة الوزراء، ما أريد أستخدم أسلوب رئاسة الوزراء وكذا وأنا لا لا لا، بكل هدوء لك بابا يا رئيس وزراء، هو أنا الآن أرعبت السياسيين وسويت نهضة بالعراق من وراء الطرح والفكر، هذا أكو رئيس وزراء يقدر يسوي هيك شيء؟ وين أبيات تاريخ الدولة العراقية؟ اعطيني رئيس وزراء في كل تاريخ الدولة العراقية استنهض الشعب العراقي وجاب فكر جديد ورؤية جديدة وقدر يسوي في شيء، وين هاي؟ ماكو. أنا الآن مثل ناصر باشا السعدون، مثل سعدون المنصور، مثل عجمي السعدون، أنا الآن أحكم من دون منصب، من دون رئيس وزراء ولا حاكم ولا كذا ولا أبدا، لا بموقعي وبكلامي. وهذا هو الكلام، ما هو إلا كلمة، هي ما هي إلا كلمة، هاي الكلمات اللي تطلع كأنها سيف بتار، كأن هذا الفقار على جماجم هؤلاء الأوغاد، هو هاي هاي أنا منتصر، ما أريد شنو منصب رئيس. بعدين هذا سأخاف ما خلي أكملها هاي الجملة، يتصور بأن أنا حاسد مصطفى الكاظمي لأن صار رئيس وزراء، لا عمي خلي أقوله، لا حاسده ولا أحسده على شنو؟ على كورونا؟ لو أحسده على الميزانية الخاوية اللي ما بيها ولا دينار، لو أحسد على الوضع الأمني المنفلت هو رئيس وزراء والاختيالات مستمرة، لو أحسد على شنو؟ ما كفت شيء اللي يعني يستحق. يعني بعدين أنا مو حسود، نقدر نقول أنت داعم لمصطفى الكاظمي، أنت داعم الآن لمصطفى الكاظمي بالنظر لهذه الظروف. لا شوف خلي أكون جدا صادق وأمين اتجاه شعبي واتجاه المتظاهرين واتجاهك أنت باعتبار الآن مسوي المقابلة وياي، لا داعم ولا معارض ولا هم يحزنون، كل ما هنالك إذا هو صادق فعلا جاي يشتغل من أجل العراق إن شاء الله يكون هكذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويحميه وينصره إذا صادق فعلا، لأن النوايا لا يعلم بها إلا الله، أنا ما أعلم. وإذا كان كاذبا المؤشرات تقول بأنه جابته أحزاب السلطة، المؤشرات تقول بأن إيران راضي عنه، شوف انتبه جاي يحكي سياسة خلي لا ترجع لي ما أدري شو تقول لي. وإذا كان كاذبا الله راح ينتقم منه شر انتقام مثل ما انتقم من غيره من رؤساء الوزارات. نعم أكو غيره هسه الآن مستمتعين ومكيفين وقاعدين وكذا، لا بس هذول ينتظرهم عذاب أليم سواء مستقبلا بالحياة أو بالآخرة. جميل، خلينا أنا وياك نخلي السيد مصطفى الكاظمي في منطقة وسط بين المتظاهرين وبين الكتل اللي جابته، أقرب إلى الكتل لو أقرب إلى المتظاهرين، وين تخليه؟ أقرب إلى الكتل، لأن الكتل هي التي جاءت به وهي التي بس على صوتت عليه ومنحته على مضض جابه يا مضض. لا 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 أنا لو جايبيني على مضض، لا مو أستاذ أنت مكروه من قاعك، أنت مكروه من قاعك من فوقك أستاذ أنت مكروه، يعني ما أعرف كل يجيب زين. كل زين، وهذا يزيدني شرف، الحمد لله الذي كرهني أعدائي من الشراذم والجبناء والمخانيث، الحمد لله، ولم يكرهني عراقي شريف بطل أسد متظاهر، ماكو ما يكرهني أنا واحد من هالنوع هذا، بس أريد أقول إنه لا على مضض ولا هم يحزنون أبدا، كانت لعبة سياسية جابوا صوتوا له وطوا الحكومة وسووا واشتركوا وزراء، والآن ما يزال حتى الآن أموال الدولة العراقية في ظل حكومة السيد الكاظمي بعدها تروح وزارة النفط، بعدها العمايم مسيطرة عليها والمليارات، مليارات الدولارات يأخذونها سنويا من هاي الوزارة، حتى هاي اللحظة ما قدر يسوي شيء، ما راح يسوي شيء، لأنه هو منهم وبيهم، ما جاي أطعن به، أنا قلت لا ضد ولا وياه، وإذا هو صادق أتمنى له الموافقة، وإذا هو كاذب راح الله ينتقم من عنده وراح يوقع. وليش وقت الإنسان يكذب على الشعب العراقي؟ يوم اثنين سنة عشرة تبين بمرور الزمن، ورا سنة ورا عشرين سنة يبين بأنه يعني أنت من 2011 إلى 2019 أنت قريب من
الاجتماعات بالبرلمان. غريب يعني، لازم اكو جهة، لازم اكو حزب ممكن واحد يركن الى ينظر الى للمستقبل. يعني هل يعقل انه كل هاي الاحزاب الشيعية خلاص ما بها امل؟ هسه ما نتحدث عن الكتل السنية والكردية، نقول هذا عالم منفصل ولربما انت ما عندك علاقة به، بس احكي لي على جماعتك اللي كنت تجتمع وياهم، كلهم ما بيهم امل؟ انت سميتهم وانا انت تقول احزاب شيعيه، انت ما قلت لي احزاب وطنيه. انت عزلت السنه والاكراد على كتر وسميتهم ذولا احزاب شيعيه، انت لو مسمي لي اياهم احزاب وطنيه على عيني وراسي اجاوبك عن الاحزاب الوطنيه، لكن بما انه شيعيه اذا شيعيه طائفيه، وهذا هو الوصف الحقيقي، ليسوا احزاب وطنيين ولا القيادات ولا الاعضاء اللي بيها هم وطنيين ولا ابدا، هم احزاب طائفيه. فانت على الطائفيه يعني شلون يعني شلون يعني كل الزعامات الشيعيه، لا المالكي ولا عمار الحكيم ولا هادي العامري ولا سيد مقتدى ولا قيس الخزعلي ولا اليعقوب والفضيلة، كل هذه كلهم ما بهم أمل؟ كلهم؟ إيه الجواب نعم، كلهم ما بيهم أمل وكلهم طائفيين. هسه هذا الوصف أنا جاي أوصفه يعتبر من منطوقي من عقلي أنا وفهمي سلبي، بس هم بعقلهم ومنطوقهم ومفهومهم إيجابي، يقول لك إحنا دفاعا عن المذهب، دفاعا عن المذهب بوجه ابن تيمية وابن حزم الظاهري وابن القيم الجوزية وابن كثير. تخيل أنت يدافع عن المذهب بسنة إيش وقت؟ بسنة 2020 يدافع عن المذهب، وقبل 700 سنة المذهب من كان ضعيف وما أدري شنو، منو كان يدافع عنه؟ شلون بقى المذهب؟ المهم فأحزاب مذهبية طائفية، وقلت لك هم عندهم يعتبروها دفاعا عن الطائفة الشيعية، لأنه بس تحكي إحنا عندنا المهم الطائفة، يعني ما يصير بيها شيء، مو المهم العراق. أنا بالنسبة لي أنظر للعراق، شنو فرق السني عن الشيعي؟ وأنت تركت الطائفة خلاص، يعني ما تفكر بالطائفة وما تتخيل أنه الطائفة الآن مهددة، والطائفة ممكن يجي لها زمن تنحكم وتنسبي وتتعرض إلى ظلم مثل زمن سابق؟ أنت مطمئن على الطائفة؟ تجردت خلاص؟ قدمتوا لهم إنجاز يعني معين؟ أنا أقول لكم إيش قدمتوا، لأن ما تعرفون تجاوبون أو تعرفون بس ما تردون. قدمتوا لهم القتل، تقتلوهم للطائفة بحجة مقاومة ما أدري منو، داعش إسرائيل ما أدري منو، ما أدري شنو هو. القاعدة دخلتها إيران، الطائفة دخلتها، إيران الشيعية دخلتها العراق، زين. فقدمتوا لهم القتل إتو، وقدمتوا لهم الجوع، وقدمتوا لهم الذل والمهانة والإساءة، مسحتوا بكرامتهم الأرض. هذا اللي إتو أنجزتوه للطائفة، ولذا اللي راح يعاديكم بالمستقبل واللي ينتقم من عندكم ويقتص منكم مو السنة لو الأكراد لو تركمان لو لا لا لا، ذولا ما لهم علاقة. اللي راح ينتقم من عندكم الشيعة، الناس الشيعة البسطاء ذولا خطية اللي جوعتوهم وأذلتوهم، وإذا يريد تعيين لو في شيء تجيبه تقول له تنتمي للحزب مالتي، توقع على الورقة وتشتغل مثل ما أنا أريد، أنت شلون هذا هالشكل؟ يلا هذا اللي أنت سويته، أنت ما أنجزت من أجل العراق وبناء العراق وإعادة هيبة العراق مثل ما كان أيام زمان. ولكم أنتوا تعرفون شنو العراق؟ العراق إيش وقت تريدون نرجع؟ يعني الأيام نبوخذ نصر، الأيام منو وينها؟ كان يحكم الجزيرة العربية السعودية كان يحكم، زين راح تقولوا لي ورجعنا آلاف السنين، هذا ما عنده شغل وعمل، كل ما يطلع يلقي محاضرات براس، زين إيش قد أرجعك؟ 100 سنة؟ 120 150 سنة؟ أنتوا تدرون الرياض والقصيم وبريدة وعنيزة ذني كلهن قضاء تابعة إلى لواء البصرة؟ إحنا الآن من نتحدث نقول الكويت كانت قضاء تابعة إلى لواء البصرة، طيب والسعودية الرياض ونجد القديمة المن تابعة؟ زين والأحساء والقطيف وذني المن تابعة؟ قضاء تابع إلى لواء البصرة. من يحكمه الأحساء؟ حكمه عراقي يودي ناصر باشا السعدون الابن مزيد يعينه هناك قائم مقام قضاء الأحساء. قطر تابعة للعراق، قضاء تابع للعراق، هاي أيام زمان، ما جاي أحكي قبل 3000 سنة من كانت أكو دولة بابلية، لا جاي أحكي قبل 120 سنة.
جاي احكي من 1875 الى 1914 من اجوا البريطانيين، ذني كلهن اقضيه تابعه للعراق. بس خلينا اليوم استاذ فائق، خلينا لا استاذ عدنان، نعم استاذ عدنان قبل ما تجاوب، لا 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 قبل ما تجاوب اقول لك انا خلي احكي اول مره، خلي ابين للشعب العراقي يقود ناصر باشا السعدون جيش، يروح لوين؟ يروح للاحساء، يسقط ابن سعود ويعين بداله ابن عرعر حاكم، وبعد فتره يغير ابنه ويدز ابنه خلاص مزيد السعدون. خلاص طالب هاي الفتره انتهت بعد، كان انتهت. قائم مقام شنو خلاص شو تريدنا بعد؟ لا مو حتى تعرف العراق منو، حتى تعرف، لا دقيقه، لا ابو عمار حتى تعرف العراق منو. العراق يحكم المنطقه، العراق تاريخا من قبل الاف السنين. هسه انتم خليتوني انا ايران الطبيه طول عرض، صدق كذب؟ كنتوا جاي تحجون يعني هذا الواقع، شنو تقدر تغير هذا الشيء؟ انت اليوم الشيء اليوم هي الطائفه بالمنطقه هي اللي تحكم، المذهب هو اللي يحكم. غريب عن هذا الموضوع استاذ فائق، اكو تهديد للمذهب بالمنطقه، اكو محور مقاومه، ليش ما تعرف بيه استاذ فائق انت؟ منو انه هذا الواقع وما واقع؟ اي واقع؟ الواقع هما كان سنه 1534 العراق تابع لايران، واللي حكمه ببغداد ايراني. طبله سليمان اكو محور مقاومه، طبله ب 140 اكو محور مقاومه استاذ ابو اروى، اكو محور مقاومه لبنان سوريا عراق ذاك الوقت، اكو محور راح لليمن. اسمعني اسمح لي، ذاك الوقت ايضا هم الاجواء والظروف والكذا هم نفس الشيء، همات اكو صراع بالمنطقه وبالكذا نفس الشيء. فخلي اكمل اقول لك، طبله سليمان القانوني ب 140 الف جندي لبغداد طلعه، وبقت الدوله العثمانيه 400 سنه بالعراق. لا تقول لي هذا التاريخ، اذا انت التاريخ ما تدرسه وما تتعظ به، ما هو التاريخ يتكرر يوميا نفس الحوادث، المعادلات تتغير. طيب. هاي اليوم انت عندك محور ويا مثلا السعوديه ودول الخليج، باكر عندك محور ويا الاردن ومصر، عقب باكر عندك محور، وهكذا. هو هذا التاريخ يا مقاومه. انا هسه لو بيدي الحكم مال العراق والله العظيم ادزهم على الحدود، اقول لهم يلا روحوا قاوموا ارد اشوفها، اوديهم الجنوب لبنان اقول لهم كلش قريب من اسرائيل، يلا طبوا هجموا على. خلي استغل الوقت المتبقي ويا حضرتك انت، يعني السيد هادي العامري اقام شكوى عليك وماكو يعني ماكو شكوى بالانتربول، ماكو شيء يمنع فائق الشيخ علي ان يعود الى العراق ويمتثل امام القضاء العراقي. وعندك تغريده ايضا تحدثت بها انه الدعاوى المقامه ضد السياسيين السنه معظمها كيديه وملفقه افتعلها ضباط للتقرب من المالكي، يعني هذا تقول انه انت ما عندك ثقه بالقضاء. تفضل. لا اسمع اسمعني، لا شلون انا ابو القضاء؟ شلون انا قبل ما اصير عضو سلطه تشريعيه انا جزء من السلطه القضائيه، مو محامي؟ شلون المحامي وقاضي واقف مو قاعد؟ جزء من السلطه القضائيه. زين شلون عضو لجنه قانونيه ورئيس لجنه قانونيه ما يحترم القضاء؟ هذا منطق؟ هذا شلون حكي هذا؟ اروح وغصبا علي لان لازم احترم القضاء وكذا. شنو هذه العامري ما ادري شنو هذا؟ قبل شويه من انقطع الخط انتربول، يا انتربول هو كل ما هنالك راح يشتكي، حولت هذا الزعيم البطل العظيم الما ادري شنو الى مشتكي، مشتكي راح بمركز الشرطه يبكي قال لهم سجلوا لي الدعوه ضد فائق. شلون زعيم انت وقائد وعظيم تروح تبكي؟ انا ما مفتهم. المهم هذا لا هاي تحسب له استاذ فائق قبض، بس هاي تحسب له، ها هاي تحسب لهذا العامري، الحاج هذا العامري هاي تحسب إلى زعيم لا هذا لا 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 هذا حتى يخليك أنت تقول تحسب إلى بأنه هو هذا الكذا، وتحسب إلى ما مثلا أفرض دز الفرقة مع البدر تختالك الرجال. هو بالولاء صدام حسين قسم الشعب العراقي إلى قسمين، قسم إيراني قسم عراقي، من ناحية الولاء مو من ناحية التبعية جنسيته أصلا فصلا ما أدري شنو كذا. هو بالولاء الرجال يقول أنا جندي عد الإمام، الإمام يقول لي موت أموت، أعدل أعدل، مو جندي عد العراق. انتبه مو جندي عد العراق يدافع عن العراق، جندي عد الإمام بإيران، شي قل الإمام هو ينفذ، مو جندي يمين. لا زين راح اشتكي القاضي صدر امر من يمه، بس انا نائب ما ممكن، فلازم يرفعون عني الحصانه وين؟ بالبرلمان.
مجلس النواب لازم ترفع عني الحصانة. أنا رفعت عني الحصانة بثلاث دعاوى، ثلاث. هاي الرابعة لازم يدزها المجلس النواب ترفع عني الحصانة وتروح للقضاء حالها حال أي دعوة أخرى. أجي عندي محامين يدافعون وأروح، وأنا أيضا أجي أحضر. ليش أنا ذنيك ثلاث دعاوى محضرت بنفسي مال إنه يمجد بالبعث ويمجد، يوم اللي كنت أنا أحارب البعث وأحارب صدام حسين كان هادي العامري يحارب الجيش العراقي، يطلق النار على الجيش العراقي ويدافع عن الإمام الخميني. صار الفرق بيني وبينه، صار هو جندي عند قاسم سليماني. شو تحولت الشغلة؟ آسف جدا ما عندي وقت، يعني كنت أتمنى الحوار وياك أستاذ فائق يستمر، بس يعني خلاص الوقت انتهى. وشكرا لك ولحضورك، و أيضا شكرا لمشاهدينا الكرام. نلتقي في الأسبوع المقبل يوم الخميس بورتريه سياسي آخر. شكرا لكم.